في منتصف الجبهة، في منتصف الجبهة والله. هذه الرابعة الرابعة الرابعة، هذه اللي يقولون عليها في منتصف الجبهة، في منتصف الجبهة والله. الله الله على الجبهة الهجومية. المغرب وانطلاقة من نبيل ديرار، عجلون كرة خطيرة المنتخب المغربي، نبيل ديرار أرضية التسديدة والحارس، كرة صعبة من يوسف النصيري لاعب نادي مالاغا، والصد من فاروق بن مصطفى حارس نادي النادي الافريقي، اللعبة من ديرار، الكرة العرضية اوب، والنصيري تسديدة صدها الحارس، لم تكن فيها القوة الكافية التي لاعب نادي نوانثيا. الركنية راح تلعب ثنائية مباشرة للأمام، مرفوعة في القائمة، ثانية كرة صعبة والحكم يقول حال خطأ، حكم السنغالي عيسى سي. ضغط نفسي وعصبي سواء جماهيري أو في أوساط اللاعبين، عندما تكون الأمور مريحة تكون المتعة حاضرة. كرة بالرأس، با 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 جول، هدف بنيران صديقا للمنتخب المغربي، سجله أحد مدافعي المنتخب التونسي، جول هدف أول، من كان المتسبب؟ هل هو لاري عزوني؟ هدف مباغت لصالح المنتخب المغربي من مخالفة سجلها المدافع ضد مرمى، جول في الدقيقة 15 من عمر هذا الشوط الأول. هايلي عاد وحده في القائمة الثانية من هناك، واو واو واو، كرة بالرأس باغتت الحارس بهذا الشكل، اعتقد كانت من لاري عزوني، هذه لا لا لا، كانت من حمزة يونس قلب هجوم المنتخب التونسي، اللي رجع لي الخط الخلفي وسجل هدف ضد مرماه، طبعا هو في حياته لم يسجل لصالح منتخب بلاده حمزة تونس، حمزة يونس في 10 مباريات لعبها مع المنتخب التونسي. هناك على الجهة اليمنى طلبها ديرار، وصلت لبوسوفا يلعبها مع ديرار، ديرار با با با، حيلة كرة جول ثاني من يوسف النصيري، كاد يفعلها كرة بالرأس. Thank you.